بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد الموافق 27/12/2020. المحاضرة اللي فاتت يا جماعة بدأنا انتهينا في الكلام عن توضيح شو يعني بلاست، إنه الخلية بتكون غير ناضجة وبعدين بيكم إريثروسايس، بتصير سايس تدل على إنه الخلية ماتشور، أما البلاست تدل على إنه الخلية إنماتشور. طيب ننتقل للي بعده. الآن في شغلات مهمة بدي أوضح لكم إياها بالنسبة للبروتين المسؤول عن، شوفوا عند الريد بلد سيلز، عند الوايت بلد سيلز، وعند الثرومبوسايتس اللي هي البليتلت، ثرومبوسايتس هذولا كلهم يا جماعة بيكونوا جوا البون، جوا بتم تصنيعهم جوا البون ميرو حكينا. الآن شوف بدي أقول لك شغلة، البروتين اللي بعطي أمر للبون مارو إنه يصنع الوايت بلد سيلز اللي هي الليكوسايتس، بروتين اسمه سايتو، مهم جدا هذا، سايتوكينيز. هذا السايتوكينيز وين بتم صنعه يا جماعة؟ مين بيعرف؟ The production هون of leukocytes stimulate the chemical cytokines. There are autocrine regulators secret of the immune system. مبدئياً السيتوكينيز موجود في الليبر. خلينا نحكي إنه موجود في الليبر. هو الليبر بصنع هذا السيتوكينيز. السيتوكينيز بيمشي في البلد، بيروح على البون مارو جوا البلد، وبعطي أمر هذا البروتين، بعطي أمر انه يا الوايت بلد سيلز جوا البون مارو صنعي لي وايت بلد سيلز. الريد بلد سيلز كذلك البروتين اللي مسؤول عن اعطاء امر للبون مارو في تصنيع الوايت بلد سيلز اسمه اريثروبويتين. هيو اريثروبويتين، نكتبه هنا اريثروبويتين. فلو سالتك في الامتحان شو اسم البروتين اللي بعطي أمر للبون مارو في تصنيع الريد بلد سيلز، هو الإريثروبويتين. أين يصنع؟ هذا في الكدني. شوف الإريثروبويتين وين؟ في الكدني. السيتوكينيز في الليفر خلينا نحكي، أما الإريثروبويتين فهو مصنوع في الكدني. طبعا وين في الكدني؟ في الأدرينال جلاند، في الأدرينال جلاند. الآن البروتين المسؤول عن إعطاء أمر للثرومبوسايت، خلينا نفرض انه في الليبر، اسمه ثرومبوبويتين. هاي انه هاي مأثر عليها الصورة، لحظة شوي خلينا ارفعها. اوكي هاي اسمه اريثروبويتين. هذا الاريثروبويتين ايضا يصنع في الليبر، فالسيتوكينيز الثرومبوبويتين يصنع في الليبر وبعطوا امر كل واحد متخصص في خلايا معينة جوا البون مارو حتى يصنعها، بينما الريد بلد سيل الإريثروبويتين يصنع في الكدني. واضح يا جماعة؟ واضح؟ جاوبوني، واضح ولا لا؟ ألو؟ واضح واضح دكتور. بس خلينا أتأكد من الثرومبوبويتين وين يصنع، أتأكد ثرومبوبويتين. هاي ليش الإشارة بدلها تطلع؟ هاي الإشارة بدلها تطلع يا جماعة، ندخلها لا ثرومبوبويتين بويتين يصنع في الليبر. نعم هذا يصنع في الليبر زي ما قلت لكم، هو اللي بعطي أمر للبون مارو إنه يصنع الثرومبوسايت، وأيضا في الكدني. كاتبين يصنع في الليفر ويصنع في الكدني. وين في الكدني؟ في الأدرينال جلاند. طيب الثاني اللي هو نتأكد منه السيتوكينيز هو بروتين بيبتايد غلايكوبروتين. وين يصنع؟ خلينا نتأكد منها. سيتوكينيز بروديوس باي
by many population, but they breed dominant helper T cell macrophages. نعم، السيتوكينيز يصنع يا جماعة في كاتبين في البريفيرال نيرفز تيشو، يعني وين؟ وين يعني يصنع؟ يصنع في البريفير في النيرفس سيستم، متأكد منها أخوان. سايتوكاينيز يصنع في السنترال نيرفس سيستم اللي هو في النيرون، يعني الإريثروبويتين في الكدني، الثرومبوبويتين في الليفر وفي الكدني. مهم جدا هذولا، اعرفوا لي اياهم. خلينا اكتبها انا، ليش خلينا اكتبها، اكتبها انا. هذا يصنع هيك في البريفيرال نيرفس سيستم، خلينا اكتبها هيك، بروديوست، بروديوست، مهم نعرف وين هاي، بروديوست باي نيرفس سيستم، خلينا ان جنرال نيرفس سيستم. الاريثروبويتين في الكدني حكينا، الثرومبوبويتين يصنع في الليفر، ليفر خلينا نكتبها هون هيك، نكتبها هيك، produced by liver and kidney. اوكي، مهم جدا نعرف اماكن وجودهم، خلينا نسيبها. نمحي اللي كتبناه عشان يكون واضح بالنسبة لكم، هيك صارت المعلومة أوضح من أول، لأنه أنا بهمني تعرف وين تصنيع وشو اللي مسؤول عن تصنيع كل خلايا الدم. سايتوكاينيز هذا بروتين بيصنع الليكوسايتس، يصنع في النيرفس سيستم. الإريثروبويتين هو المسؤول عن تصنيع الاريثروسايتس اللي هم الريد بلاد سيلز، يصنع في الكدني. والاخير الثرومبوبويتين، خليني ارفعها لانه هاي بتشوش علينا، الثرومبوبويتين يصنع بالليفر وبالكدني. واضحه يا جماعه؟ اوكي، طيب اللي بعدها ننتقل للسلايد اللي بعده. Regulation of leukopoiesis. الآن بقول لك عملية تصنيع كريات الدم البيضاء بتحكم فيها كثير من الكيميكلز، منها مالتيبل اللي هي الجروث فاكتورز، الانترلوكينز، ما بدنا اياهم يا جماعة، بس خلينا احنا اللي قبل هذا اللي حكيناه، البروتينات المسؤولة عن تصنيع كل نوع من انواع خلايا الدم. وانا بقول لك اللي بتحكم ايضا في عندي انترلوكينز، هاي ما في داعي لها، هيك دخلنا ديب كثير، ما في داعي نوقف يعني لعند البروتينز. نيجي على اللي بعدها، ريجوليشن اوف اريثروبويسيس. شو كاتبين عنها هنا؟ ذا برايمري ريجوليتوري اوف اريثروبويسيس اريثروبويتين، حكينا يصنع في الكدني. انكريس سيكريشن اوف اريثروبويتين اند برودكشن اوف نيو ريد بلاد سيلز اكر when a person at high altitude or has lung disease. يعني بقول لك زيادة تصنيع الإريثروبويتين، أكيد أنا الإريثروبويتين لما بدي إياه يصنع، شو وظيفته؟ بصنع كريات الدم الحمراء، بعطي أمر للبوين مارو إنها تصنع كريات الدم الحمراء. أوكي، متى بزيد الطلب على كريات الدم الحمراء؟ لما تكون أنت في المرتفعات العالية أو عندك مشكلة في اللنج ديزيز، حتى يأمن لي كمية أكبر من الأكسجين مش مطالبين فيه، ما بدنا إياه. الآن بدي بخونا، هاي بتهمني إنه الريد بلاد سيلز، تذكروا يا جماعة بتعيش حكينا 120 يوم، بعد ال 120 بصير لها ريسايكلد، حكينا عنها وحكينا إنه هاي ريسايكلد بصير في السبلين، السبلين بتحولها إلى هيم، تذكروا ولا لا؟ هاي الريد بلاد سيلز هاي لما تتحطم تتحول إلى هيم، وبعد ما تتحول الى هيم، الهيم بيمشي في الدم بيكون لونه ابيض، لما يفوت على الدم بصير لونه اصفر، بتحول الى بايل جوا الليفر، بوصل الليفر هذا الهيم، بتحول الى بايل، البايل مسؤول عن
بنفرز في الأمعاء الدقيقة وبعمل على هضم، أو في المعدة آسف، بنفرز في المعدة وليس في الأمعاء الدقيقة، بنفرز في الاستمك وبعمل على هضم الدهون. وإحنا حكينا هنا هنا كاتبين بروتين جديد اسمه هيبسيدين. الهيبسيدين هو the major regulator of iron homeostasis secreted by liver. هيبسيدين act on the enterocytes of the small intestine and the macrophages where iron is stored to cause the ferroprotein channel to be removed from the plasma membrane and destroyed. Hepcidin there may be promote the cellular storage of iron and lower the plasma iron concentration. بقول لك هنا الهيبسيدين هذا بتحكم في تركيز الايرون. احنا حكينا عن الترانسفيرين، هو اللي بنقل الحديد جوا الدم، اما الهيبسيدين بتحكم في تركيز الايرون في المعده في الامعاء الدقيقه. وانا بحكوا انه بيلعب دور في التحكم في تركيزه، اما اخراجه بكميات معينة حسب طلب الجسم، أو إنه يبقى بحافظ على تخزين الأيرون. anyway، اللي بدي أحكيه هنا أيضا المطلوب بهذا السلايد يا جماعة كالآتي، عرف لي شو وظيفة الهيبسيدين؟ هو بتحكم في الأيرون هوميوستيسز، يصنع في الليفر. ايضا هنا كاتبين عمليه الدم، عمليه تصنيع the production of red blood cells and synthesis of hemoglobin، عمليه تصنيع كريات الدم الحمراء وانتاج الهيموجلوبين بيحتاج الى عنصرين مهمات، طبعا هم اكثر، الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. شوفوا حتى انا اصنع الدم، راح افرجيكم هلا، راح يجينا سلايد كيف بتتم عمليه تصنيع الدم. بس اللي بدي احكي لك هي عملية تصنيع الدم حتى يقدر الجسم انه يصنع الدم بحاجة الى فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. فالفوليك اسيد والفيتامين بي 12 هذول اذا صار عند اي انسان نقص فيهم بعد يصير عنده نقص في كمية كريات الدم الحمراء. فمشان هيك دائما اللي عنده نقص في كريات الدم الحمراء بعطوه يا اما فيتامين بي 12 او فوليك اسيد. واضح يا جماعة شو المطلوب بهذا السلايد؟ جاوبوني واضح؟ هلا واضح؟ ولا أعيد؟ دكتور واضح. فدائما عرفوا لي الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد بيلعبوا دور كبير في تصنيع كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين، عوامل مساعدة. الهيبسيدين هذا بروتين يصنع من الليفر مسؤول عن التحكم في الايرون هوميوستيسيس في المعده في السمول انتستاين. الان هو اذا كان عندي كثير ايرون هو بيساعد في عمليه تخزينه في الجسم. اوكي طيب ننتقل على اللي بعده. فوليك اسيد اند فيتامين بي 12 بيلعبوا دور كبير في عمليه تصنيع الريد بلاد. هاي حكيناها يا جماعة، انه حكينا انه كيف بتصنع الدم، صح؟ انه هيها اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، هيها وانا الستيم سيلز اما مايلويد او ليمفويد، وحكينا المايلويد بتصنع الاريثروسايت ثرومبوسايت وجزء من الوايت بلاد سيلز. الليمفويد هي اللي بتصنع البي والتي سيلز او تي ليمفوسايت بي ليمفوسايت والناتشورال كيلرز، هذول الثلاثه هم اللي بيقضوا على الفيروس. اي شرحناها، هي نفسها مكرره هنا مكرره. الان هيك انتهينا في الحديث عن يا جماعه الفورمد اليمنت والبلازما. الان انتهينا في الحديث عن البلاد. الان نيجي لموضوع جديد اخذته اوريدي في الفسيولوجي، الريد بلاد سيل انتيجين اند بلاد تايبنج. في داعي اشرحه؟ مين باخذ عندي فسيولوجي عملي؟ عبد الرحمن تاخذ فسيولوجي عملي؟ ما باخذ عندك دكتور. عبد الله عطون باخذ امر الدكتور. هلا
هلا يا هلا، نعم يا دكتور. تأخذي عندي في السيرج عملي؟ لا ما باخذ فسيولوجي عملي. مي ايه دكتور. تأخذي في السيرج عملي؟ لا مش منزل عامل الفصل. أبي حلو. طيب رضا، رضا بتأخذي في السيرج عملي؟ يعني اكيد لا دكتور، لو باخذ بتشوفني بوجهك كل السنة. طيب وأنس؟ باخذ عندك دكتور. طيب يا جماعة، خلينا العاد نضطر نعيده لأنه الطلاب مش ماخذين عملي. طلعوا يا جماعة، الآن نيجي على بلاد تايبنج. كل إنسان فينا الهيومن بلاد، وجدوا أنه في الإنسان في عندي أربع أنواع من البلاد تايب، اللي هم بيسموها بلاد تايبنج أو بلاد جروب، زي ما بدك تسميها. في البشر عندنا أربع أنواع دم، عندي A وعندي B وعندي AB وعندي الأو، غير هيك ما في عند البشر. لو نيجي ننتقل على الانيمالز زي القطط، الكلاب، الأبقار، هذول جروبهم غير، بيختلف يا جماعة. هذولك عندهم دي، عندهم اف، عندهم واي، بيختلفوا عنا. بلاد جروبز تختلف. طيب الآن كيف عرفوا انه مثلا رضا، مثلا رضا شو نوع دمها؟ خلينا نفرض هيك، طلعوا يجينا على اول نوع الدم، حكوا هي كريات الدم الحمراء، وجدوا في انه على كريات الدم الحمراء، طبعا البلد جروب بيعتمد على كريات الدم الحمراء مش على البيضاء ولا على الثرومبوسايت، على الريد بلاد سيلز. يجينا على اول جروب، وجدوا اخذنا عينه من عند مثلا الطالب رضا، بدي اشوف افحص العينه هاي دمها شو نوع دمها، وجدوا انه عند رضا على البلازما ميمبرين او الاكسترا سيلولار ماتريكس، وجدوا انه والله في عند رضا على هذا البلازما ميمبرين للريد بلاد سيلز خليه مثلثه سموها انتي جين. وجدوا الانتي جين على كريات الدم الحمراء، لانه الانتي جين مرتبطه مع كريات الدم الحمراء او على اي جسم، اي جسم بيدخل الجسم سواء فيروس، بكتيريا، او اي خليه لها انتيجين. وجدوا انه عند رضا الانتيجين مثلث، فحكوا المثلث هذا بدنا نسميه انتيجين A، معناته نوع دم رضا A. نعم دكتور. نعم، نيجي على هلا. هلا اخذنا كريات الدم الحمراء عند هلا وطلعنا عليها في الميكروسكوب، وجدوا انه على البلازما ممبرين للريد بلاد سيلز الانتيجين عندها دائري هيك مش مثلث. فمن هنا حكوا اذا الريد بلاد سيلز عليها انتيجين دائري معناته بنسميها انتيجين، فصلوها عملوا لها تصنيف انتيجين بي. فمن هنا بيكون نوع دم عندها لبي، يكون نوع الدم عندها لبي لأنه الأنتيجين فيها دائري. أما رضا الأنتيجين عندها مثلث، وبنسميها هنا عندها الأنتيجين A، يعني نوع دمها A. هلا نوع دمها B. جينا على عبد الله. عبد الله إجوا أخذوا كريات الدم الحمراء ووجدوا إنه الأنتيجين على البلازما ميمبرين، الأنتيجين عبارة عن بروتين يعني، وجدوا انه عند عبد الله مثلث ودائره، مثلث ودائره، يعني الانتيجين عند عبد الله نوعين، نوع مثلث اللي هو A ونوع دائره ال B، فحكوا نوع دمه AB. فالانتيجين عند عبد الله AB يعني نوع دم عبد الله AB. جينا على انس. انس حطوا الريد بلاد سيلز تحت الميكروسكوب ودرسوا الانتيجين، وجدوا الانتيجين، نعم وجدوا الانتيجين عند انس فاضي على البلازما ممبرين ما في بروتينات، فحكوا الانتيجين عند
أنس زيرو، فنوع دمه أو، أو اللي مقصود فيها زيرو، فالأنتيجين عنده زيرو يعني نوع دمه زيرو يعني أو. واضح؟ واضح دكتور. هل بتذكر عدنان نعم. الآن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. حكوا يا جماعة، في عندنا في الجسم الاميون سيستم اللي هم كريات الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء او بسموها الانتيبوديز، حكينا تذكروا الانتيبوديز اللي بتصنعها، اللي هي الليمفويد، اللي هي حكينا عنها الليمفوسايتس تصنع الانتيبوديز. الاميون سيستم عادة في جسمنا بيهاجم الانتيجين، بيهاجم مين؟ الانتيجين. يعني لو الفيروس بيكون هاي الفيروس دخل عليه انتيجين معينة، اذا كانت هاي الانتيجين غريبة فبيهاجمها الانتيبوديز وبيقضي عليها. طيب الان حكينا احنا على الريد بلد سيلز في عندي انتيجين، نجي على اول جروب A، الانتيجين في A. طيب عندي كريات دم البيضاء، كريات دم البيضاء لو فرضنا انها مربع، كريات الدم البيضاء حتى ما تهاجم الانتيجين لازم يكون نوعها بيختلف عن نوع الانتيجين. فحكوا اللي نوع دمه A يعني الانتيجين عنده A، بيكون نوع الانتيبوديز، ها الانتيبوديز هاي بيكون نوعها B، لانه لو كانت A راح تهاجم ال A، فB ما راح يهاجم ال A، مختلف. فاوتوماتيكلي رب العالمين خلق الإنسان اللي عنده أنتيجين A إنه الأنتيبوديز عنده B حتى ما تهاجم كريات الدم الحمراء وتحطمها، وبالتالي بيصير عند الإنسان أمراض الأنيميا والاختناق وغيرها. فلنوع دمه A معناته الأنتيبوديز عنده B، اللي نوع دمه B نوع الأنتيبوديز مختلف A، اللي نوع دمه AB نوع الأنتيبوديز عنده مختلف زيرو، لا هي A ولا B حتى ما يهاجمها. واللي نوع دمه أنتيجين زيرو أو O نوع الأنتيبوديز عنده شو ما كانت تكون، لأنه يا A يا B، لأنه كلاهما هذا فاضي ما راح يهاجم. بالإضافة إلى ذلك حكوا هذا مش كافي، وجدوا كائن غريب خلينا نعطي لونه لونه نهدي حوالينا الريد بلد سيلز، قالوا هذا خلينا نحكي مستطيل. حكوا هذا الكائن الغريب إذا كان موجود أيضا مع الأنتيجين مستطيل، إذا كان موجود سموه RH العامل الرايزيسي. فحكوا إذا كان موجود معناته بلس، إذا مش موجود معناته ماينس. فلو واحد دمه A يعني الأنتيجين عنده A وكان هذا العامل الرايزيسي ريزيس فاكتور بسموه موجود، فنوع دمه بلس. إذا كان مش موجود فنوع دمه A ماينس. واضح؟ واضح؟ واضح واضح. وبهيك بنكون انتهينا في الحديث عن البلد تايبينج، وضحنا شو يعني عامل رايزيسي انه موجود، شو يعني انتيجين، شو يعني انتيبوديز. نوقف لهون يا جماعة، بكفي.